تأكيداً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرع ابتداء من يوم أمس 16 ماي 2022 بمقر المركز الرابع لتكوين المجندين بطنطان في استقبال الفوج 37 من المدعيين لأداء الخدمة العسكرية من أجل عملية انتقاء وإدماج وتوجيه الناجحين إلى مراكز تدريب بمختلف مدن المملكة. وفي هذا الإطار سيتم استقبال 456 مرشحا من عمالات طنطان قلميم وسيدي إفني، وسيتم عقب الفحوصات الطبية الاحتفاظ بالمرشحين المستوفين لجميع الشروط اللازمة المعمول بها. بعد إدماج 160 مجندا بهذا المركز سيتم توجيه باقي المرشحين الناجحين إلى مراكز التدريب المتواجدة ببن سليمان وبن قرير. ومن أجل إنجاح هذه العملية التي تكتسي طابعا وطنيا، فقد تمت التعبئة الشاملة لكل الأطر المعنية من أجل الوقوف والسهر على عملية الانتقاء وتحسيس جميع المكونات لكي تمر العملية في أحسن الظروف حتى نبقى أوفياء ومخلصين لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. افتتح المركز الرابع لتكوين المجندين أبوابه ابتداء من 16 ماي 2022 بطنطان لاستقبال مترشحين للخدمة العسكرية المتواجدين ضمن النفوذ الترابي لعمالات طنطان قلميم وسيدي إفني. في هذا السياق قام المركز المنشأ حديثا بتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لعملية انتقاء وإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية. بالنسبة للتفاصيل، سيستقبل هذا المركز 456 مرشح على مدار 4 أيام، يتم فيها انتقاء 340، على أن يستقبل هذا المركز ما مجموعه 4000 مجند للخدمة العسكرية. بالنسبة لإجراءات الانتقاء، سيدوز المرشحين أولا وشاط الاستقبال، سيتم استقبال المرشح واستكمال الإجراءات الأساسية للتسجيل، وذلك بعد التأكد من الهوية. ورشة الفحوصات الطبية غيخضع المرشح لفحوصات طبية باش يتم التأكد من سلامته الجسدية وقدرته البدنية على الالتحاق بصفوف المجندين وفقا للمعايير المعمولة بها. ورشة لجنة البت غيتعرض فيها المرشح أمام لجنة مكونة من ممثلي مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي. بعد انتقاء المؤهلين للخدمة العسكرية غيتم توفير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية من أجل إرسال المؤهلين من بين الفوج إلى مراكز التكوين المتواجدة في مختلف مناطق المملكة. سيتكلف المركز بإجراءات عودة المدعوين لما تمش انتقائهم لمدنهم، وذلك عبر توزيع قاسمة التنقل. احنا هنا كنتواجدوا في اطار ورشة طبية لانتقاء المترشحين للولوج للخدمة العسكرية. الدور ديالنا اليوم هو يعني فحص وانتقاء الحالات التي تتوفر على حالة صحية مؤهلة للولوج لهذه الخدمة. هناك ورشتان، الورشة الأولى لأخذ بعض يعني لي كونستانت، بعض التوابيت الطبية كالوزن والطول والضغط الدموي، وثم ورشة ثانية اللي هي هذه اللي كنتواجدوا فيها دابا للقيام بالفحص السريري للتأكد من حالات المترشحين يعني الحالة ديالهم اللي كتأهلهم للقيام بهذه الخدمة العسكرية. جينا اليوم بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة من أجل المشاركة وتأدية الخدمة الوطنية. الخدمة هذه كتمكننا من الحصول على ديبلوم اللي غيساعدنا من أجل المساهمة والدخول لسوق الشغل. اليوم كنتمناو من أننا حنا نتقبلوا سيليكسيوناو من أجل المشاركة وتأدية هذه الخدمة العسكرية. بالنسبة لنا احنا فئة الشباب، احنا هما الفئة النشيطة واللي خاصنا اللي احنا هما الأساس ديال البلاد. فرصة من أجل يجب اغتنامها
المشاركه في تاديه الخدمه الوطنيه. جينا لهذا السلطان هو باش نقدموا الخدمه العسكريه اللي هي واجب، وكنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ونشكروا رجال القوات المسلحه الملكيه اللي داروا معنا هذا الاستقبال الرائع المذهل، وجينا اليوم اول انتقاء في الخدمه العسكريه، وكنتمنوا تقبلوا يكون خير، وكنادوا جميع الشباب الشابات باش يجوا يؤدوا الخدمه العسكريه اللي هي واجب، كتعلمنا شحال من الحوايج، الدفاع عن الوطن والمواظبه والسلوك، وشعارنا الله الوطن الملك. انا جيت اليوم للتجنيد عن قناعه، وجيت باش نأدي الواجب الوطني ديالي ونلبوا النداء ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنطلب من الدراري صحابي اي واحد يجي هنا، راه ما كاين حتى شي حاجه، راه الامور مزيانه، وكنتمنوا ان شاء الله نتقبلوا ويكون خير. جينا باش نلبوا الطلب الخدمه العسكريه ونقوم بالواجب على الوطن ديالنا، وننصحوا الشباب يجوا الخدمه العسكريه في يندمجوا يقراوا يندمجوا جو زين يستافدوا، اللي ما عنده ديبلوم خرج ديبلوماتو، اللي متخوفين كاين تخوفات على الخدمه العسكريه، ما كاين كل شيء بسلام، جينا استقبلونا بسلام، كل شيء داز بسلام والحمد لله، داك الشيء الاشاعات كاينه ما كاين، كل شيء سلام الحمد لله. جينا في الفحص الطبي استقبلونا مزيان، وكل شيء دوزنا بخير، ونتمناو نتقبلوا ان شاء الله ويكون خير، يقبلونا ان شاء الله ويكون خير، وننصح الشباب يجوا يندمجوا في انخرطوا في هذه الخدمه العسكريه، لانه كل شيء جيد الحمد لله. جيت كمتطوع للخدمه العسكريه، جيت باش نلبي النداء ديال الوطن، الحمد لله استقبال زوين، دوزنا الطبيب بخير وعلى خير، دوزنا الشطول، دوزنا الشوف بخير الحمد لله، كنوجد واحد الرساله للشباب ديال المغرب كاملين يجوا يدوزوا هاد الاكسبيريونس، التجربه الحمد لله زوينه بخير وعلى خير، كنتمنى يكون خير ان شاء الله.